السلام عليكم. الا كنتي من العشاق ديال الكروس وكيعجبك دير الاوفرود والسفر ولكن ما عندكش الميزانيه باش تشري كل موطور بوحدو، داكشي علاش بغيت ندوي لكم اليوم على موطور فوق 300 رالي، موطور اللي يمكن لك تسافر به دير به الاوفرود بحال اللي عندك كروس بالضبط. اول حاجه غنبداو بها وهي فيه ليكرون ال سي دي كما كتشوفوا سامبل، الشعله هي هذه. هنايا كطلع لكم لاكسيلاراسيون ديال الموتور اللي هو الروم فلاج، هنا كطلع لك السرعه باش غادي، هنا كيطلع لكم كما كتشوفوا الكيلومتراج التوتال ديال الموتور. كاين واحد الاوبشن واحده اخرى فاش كتبرك على هذه البوطونه هذه كما كتشوفوا بعدا، هنا كاين جوج بوطونات فاش كتبرك على هذه البوطونه ديال مود كيطلع لكم تريب واحد. هاد الاوبشن هادي زوينه، كيمكن لك مثلا الا درتي الفيدونج يمكن لك تحسب عدد الكيلومتراج باش غادي، واما الا كنتي مسافر يمكن لك تحسب الكيلومتراج باش غادي. هنايا ها هي البوطونه هادي كما كتشوفوا، هنا كاين ريسيت، هاد ريسيت هادي يمكن لك ترد هاد التريب هذا زيرو، كتقبارك عليها بحال هكا كيولي زيرو زيرو. كما قلت لكم كتحسب اما الفيدونج ديال الموتور الا بغيتي دير على الفيدونج باش تعرف راسك شحال مشيتي الكيلومتراج، واما يمكن لك تستعملها للصفر باش تشوف راسك شحال ضربتي ديال الكيلومتراج في التوتال. وخلاص التوتال ديال الكيلومتراج ديال الموتور اللي هو هذا، انا ضارب به 532 كيلومتر، الموتور مازال جديد مازال روداج. فاش كيكون الموتور بامور هيا كتطلع لك هنايا ان كما كتشوفوا اللي هي نيترو، ها هي لا بي اس كتطلع هنا. الموتور الى سخن مثلا سخونه كتطلع هنا، اي حاجه كتطلع لكم هنا. ولكن واحد الحاجه اللي ما كايناش هنايا ما كتشوفوهاش في الطابلو، حيت الطابلو فيه سامبل ليغوي ديال ليسانس، ليغوي ديال ليسانس هنا ما كيطلع لكمش في الطابلو، ما تعرفش راسك يعني شحال باقي ديال ليسانس حتى كيقرب يتسالى، وداك كتكون داك 40 كيلومتر 30 كيلومتر ديال الريزيرف كتطلع لكم هنايا بان الريزيرفوار قرب يخوى. هنايا كاينه واحد الاوبشن ديال بورت يو اس بي كما كتشوفوا، ها هي اوبشن زوينه، يعني يمكن لك تشارجي بها التليفون، تشارجي بها جي بي اس، ممكن تشارجي اي حاجه بغيتي. وفاش كدوز الفيتاس لي رابور كيطلعوا هنايا، كيبقاو يطلعوا لك الرابور بروميان دوزيام تروازيام كاتريام. مثلا بغيتي تضرب الاوفرود ها هي كما كتشوفوا بوطونه ديال لا بي اس، الا بغيتي ديزاكتيفيها ولا تخليها اوتوماتيك فاش كتشعل الموتور كيكون اكتيفي لا بي اس، ولكن الا بغيتي تحيدها كتبرك عليها واحد 8 ثواني حتى كتبان لك في الطابلو شعلات، ديك الساعات صافي كديزاكتيفا لا بي اس ويمكن لك تدخل البيستا الرمله تمشي به فين ما بغيتي. حجم الماكينه 292.4 سنتيمتر مكعب كاترطو، الموتور مونو سيلندر وفيه 4 ديال لي صوبار. الموتور فيه رادياتور باش واخا تسافر به مسافه طويله ما تخافش الماكينه تمشي تسخلك ولا شي حاجه. فيه 25 نيوتن متر اللي كيعطينا 7000 دوره في الدقيقه، و 28.2 هورس باور اللي كتعطينا 6500 ار بي ام. وبطبيعه الحال الموتور انجيكسيو الكترونيك. لي رابور ديال الفيتاس فيه 6، يعني 6 ديال الفيتاسات. الوزن ديالو بالبلان 158 كيلوغرام، والريزيرفوار اللي كيهز 11 لتر، والكونسوماسيون ديالو كتراوح ما بين 3.2 لتر في 100 كيلومتر. يعني الصراحه راه ما كياكلش بزاف موتور اقتصادي، وزيد عليه حتى الوزن ديالو 158 كيلوغرام اللي بالبلان انا ديجا سقتو ضربت به الاوفرود ومشيت به دو بلاص، يعني فريمون ما كتحش بالوزن ديالو. المونتيسور القدام فيه ابسط داون فورك كما كتشوفوا 41 مليمتر، الطول ديال المونتيسور فيه 205 مليمتر، وترافل ديستونس اللي المونتيسور كيهبط حتى التالي وكيطلع 80 مليمتر. صراحه هاد المسافه اللي هي مزيانه بزاف، يعني 80 مليمتر 8 سنتيمتر ديال المونتيسور كيهود فيها وكيطلع. مونو ديسك القدام فيه 265 مليمتر دو بيستون كاليبر، وفيه بطبيعه الحال لا بي اس. الرويضه ديال القدام كما كتشوفوا فيه ديال 21 رايونات وفيه شومبرير. الروايض ديال 21 اغلبيه هما الماطر تيكونوا ديال الاوفرود، الماطر ديال الاوفرود كاملين كيكون الروايض ديال 21، حيت الرويضه ديال 21 كتسهل عليك مثلا فاش كتبغي تنقاز تطلع فوق ابستاكل تطلع في الدروج تهبط من الدروج، يعني كتسهل عليك كتكون غادي في الاوفرود كتلقى مثلا حجره كبيره ديما الرويضه اللي كتكون كبيرة
كبيره كتسهل عليك الدوزه. الديسك ديال اللور 220 ملم فيه بيستون واحد، رويضه اللور ديال 18 وتا هي شومبرير، وسيستم فريناج فيه تا هو ABS. دابا غنهضروا على الضوء اللي كاين في الموتور، السينيالات والستوب لور وهادو اللي في الجناب هادو كاملين ليد. بالنسبه للضوء الرئيسيين هادو اللي في القدام هادو ضوء عاديين. دابا كما كتشوفوا الموتور ديجا دوز لو كونتاكت، يمكن لك تشعل السينيال هادو وهادو اللي ليد تا هما شاعلين، ولكن الضوء الرئيسيين ما كيشعلوش حتى كدير امرش للموتور. هاد الميزه هادي مزيانه باش ما كتقتلكش الباتري ديال الموتور. الكاربو ديال القدام كما كتشوفوا كيجي عالي، كيجي بحال السيستم ديال الكروس، واصلا كيعطي واحد اللو كيجي اغريسيف. العماره اللي كتجي معاه كما كتشوفوا كيجيو معاه الكاشمانا، كيجي معاه الكراش بار، وكيجي معاه الصابو ديال الموتور اللي الصراحه هادي زوينه مهمه بزاف، حيت اغلبيه الماطر كيخرجوا بلا صابو ديال الموتور. وحاجه واحده اخرى، فوت بيك ما كتجيش داك الفوت بيك عاديه ديال الماطر اللي كتجي فيها البلاستيك، كتجي فوت بيك اوتوماتيك في هذاك السنان، كتجي فوت بيك ديال الكروس، فوت بيك ديال الاوفرود اللي يمكن لك تضرب بها الاوفرود. دابا غنهضروا على الحوايج اللي عجبوني في الموتور. اول حاجه اللي عجبتني بزاف وهي المونتيسورس ديال اللور وديال القدام، البيرفورمانس ديالهم الصراحه واعر بزاف. الحاجه الثانيه اللي عجبتني وهو الكيدون، كتحس براسك محكم في الموتور وكتحس بالكيدون عريض ومخدوم مزيان. عندك المونتيسور الكيدون، هادو الحوايج اللي عجبوني في الموتور بزاف. دابا غنقول الحوايج اللي ما عجبونيش في الموتور. اول حاجه الريزيرفوار، القضيه كيديروها بزاف بالموتور انا ما عرفتش علاش، ماشي الريزيرفوار ولكن الغطاء ديال الريزيرفوار. واش كتبغي دير ليسانس كتحيد كامله كما كتشوفوا. الصراحه انا ضد هذه الفكره هذه، ما عنديش معاها، يعني علاش ما يخسروش عليها شي جراف ولا شي حاجه تبقى يطلع وتهبط. الحاجه الثانيه ما كرهتش الصراحه كنديروا له داك البوطونه ايمرجنسي لايت، ما عارف شنو كتسمى داك البوطونه ديال ستوب اللي كتشعل السينيالات بربعه، ما فيهش السينيالات بربعه. يعني من غير هذا الشيء صراحه ما فيهش شي حاجه اللي تعيب. انا شخصيا الموتور عجبني زوين، كل الناس اللي يقدروا يشريوا هذا الموتور هذا. انا بالنسبه كان الراي ديالي الشخصي، الناس اللي غيصلح لهم هذا الموتور هذا، الناس اللي مبنيين بالاوفرود كيعجبهم يسافروا، واغلبيه الطريق ديالهم كيضربوها جبال واوفرود، يعني ماشي غير التورود. ما كنصحش انا يعني الناس يعني اللي كيضربوا غير التورود، يعني ما غيدخل لا اوفرود لا والو، هذا الموتور ما صالحش ليهم. اللي كيبغيو يقصروا، اللي كيبغيو يديروا الاوفرود، اللي كيسافروا ولكن في السفر ديالهم يعني ما كيمشيوش متقلين، كيضربوا مثلا هنايا داك الفاليزاس كيكون ديال الجلد وديال الثوب، كتعلقهم هنايا بحال السيستم ديال الكروس، وكتسافر والطريق ديالك كتكون مخلطه، كتكون فيها جبال بيستات رمله طريق. وحاجه واحده اخرى هي كنفضل الصراحه كنديروها في الموتور، وهي ليكرون ال سي دي ديالو ما كتطلعلكش النيفو ديال ليسانس. يعني حتى كيقرب يتسالك تقالك شي 30 كيلومتر عاد كتطلع لك داك العلم ديال ليسانس الريزيرفوار الرخاوي. كراش كنديروا هنا شي ليفل ديال ليسانس الفوق باش الواحد يعرف راسو شحال دار في الريزيرفوار، واش النص واش الربع. واخيرا دابا غادي ننتقلوا للصوت ديال الموتور، غندير لكم اماش وغنسمع الصويت. الصويت من الحاجه اللي عجبتني، يعني شاقمه خاصه دار فيها الصويت واعر. دابا حنا في البيستا غنتيستيو هاد الموتور هذا ان شاء الله. اول حاجه غنطفيو لابي اس، كتبقى كما قلت لكم معايا كتبقى بارك عليا واحد 8 ثواني. فاش كتطفي لابي اس خص تكون البوطون ديال الديماراج طافي، ما تكونش شاعله، اذا كانت شاعله ما غتطفالكمش لابي اس. يلا دابا توكلنا على الله، يا بسم الله غنمشيو من الهيها. ما عرف ليها كتبان لي ما كايناش الطريق، ولكن هذا كروس راه غيدوز فين ما كان. المهم نشوفو واش ندوزو ولا ما ندوزوش. فهمت لينا واحد الطريق مطراسي يعني ديال الكروس. اول حاجه بعدا الخوت هذا كتحس بيه باللي راه كروس 100%، ماشي زعما كيشبه الكروس، كتحس بيه كروس. سسبنشن فيه المونتيسورات واعر بزاف، يكون واعر بزاف تبارك الله الصراحة. ملي غندوزو شوفو شي طريق اللي غندوزو منها، تما راه غير حجر. سير الله غنشوفو هنايا، هدا تراساج ماشي ديال الكروس، تراساج غير ديال المعاز حسب مش شي تراساج ديال الكروس، ولكن كيما قلت لكم معاه مهزوز من التحت كيسهل عليك الدوزه.
Yes. السلام عليكم. معانك لحدك. لا انا بعيد صحيح. صافي احنا بقينا الطريق. ما عرفاش منين. المهم نقلبوا هي نخرجوا بيست. أطلقوا هذا مجهد على المطار الآخرين على حسب كيما بدكم كاينين بزاف الكروس وعندو هذا الديبار. مثلا كتلقى الطرين 112 فيه مجهدين. أطلقها مثلا التوب سبيد ناقص شوية، مثلا مطار واحد آخر التوب سبيد 300 غادي يلصقلك مثلا 250، زعما 300 غير يلصقلكم 150. هذا لا، هذا يقدر يلصقلك غير 120 ولا 130 ماكسيموم، ولكن فيه جد في فيتاسات صغار كاين جد. شحال ما درت الطريق الصراحة. ولكن هاتول استمتاع والله العظيم اللي كتستمتع. توحشت الكروس صراحة، شحال هادي ما كنت بعت داك الكروس ديالي. تجي هذا هاتول نفس داك ادرينالين اللي كتقطع عليه في الكروس، دابا راح طالع عليه في الهواء. عرفتو هاد البلاصة هادي كتعجبني، باش داك الحركات اللي كنت متعلم كنجي نطبقهم هنا. بلاصة محجرة بزاف، هاهي هادي نورمال مقاصحة بزاف، لكن كيعجبني نهبط منها. عرفتو معنديش قداش نسير نشير لغاش بيدي، شيرت لغي براسي. فيه منتي سورات خاكي ما كتشوف انا عم نقزعي. عاد زيد عالي من عالي يعني ما كيقيسلكش ما كيضربلكش في الحجر. حاجه واحده اخرى ما دويتش عليها في الفيديو، هذا الموتور هذا خوت من الكرسي الارض راه كاين 91 سنتيمتر مقارنه عالي تقريبا بحال جميع الكروسات. الكروسات كاملين راه عاليين بزاف، هذا راه عالي شكون عارف. يعني انا راه فيا 1.73 متر، رجلي راه ما كيصلوش للأرض، كيصلو غير رجلي. بالنسبة للفريناج، الفريناج فيه المهم عادي،
محيط نورمال، فريناج ديال القدام عنده زوين ديال اللور، ما بيش محيط فيه غير بيستون واحد اللور، القدام الديسك ديال القدام فيه جوج ديال لي بيستون، هذا الفريناج ديال القدام فيه مخير اللور. المهم ما بيش وصافي اللور. الدجاج ولا سبعة تجميل فيها مناظر واعرة، هانتو مطروازي ومكيتز الله مطروازي، غير واحد تبرك له على فرونت سسبنشن تبرك مزيان على مطور القدام كده الراس. وكاع حتى كاع حتى لا طاح من عندو ما يوقع له، ماشي بحال داك الماطر الطريل الكبار كيطيح كيتهرس لك، والبياس ديالهم غالي. هاي داك الهبطة اللي قلتلكم واحد الفيديو راه كنت لحت واحد النهار كنا بالبيكالات وصاحبي تخشيت منه بداك الشجرة، بزاف بزاف دراري في الماطر كانوا معايا تخشاو في هاد الشجرة هادي كيهبطو ديال كيحبسو في الفران، دابا راني حابس فران هنا. هاي عامرة صحت نفتح الكاسكا عراقيت. هاي داك الحجرة عرفتو هاد الطريق هادي اخوتي في الشتا، الزلق عشرة الزيح. كبريت وهبطت مجهد واش صراحة واعر مانيا بزاف 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 كثر من يتصور في البيست. والحاجة اللي فيه زوينة فيه داك الجهد اللي غادي تحتاج، تبغي تكابري تبغي تنقز المونتيشيرت واعر، يعني مفيش ماشي بحال الكروس. الكروس الصراحة بالنسبة لواحد بيجينر يلاه مبتدئ صعيبة، شحال مرة كتخطفاتني صراحة الله صعيبة، كتغلط ولا كتكسير هي شوية زايد كتشوفك طايح. عارف عاد في الأرض والله نطلع على ناضي ما عارف يسبلكو في الكاميرا ما سبانش، لكن راه واقفة انتو مش تعرفوا واقف. اسمع الصد الفران هابط الفران هاديك الحفرة اللي هي واش ندخلها ولا ما ندخلهاش، اوه ما يزدز موخ بس تيست رايد ديالنا سالي هنايا. دابا بقى لي غير نقول لكم الثمن ديالو شحال داير وفي نظري كيفاش جاني هاد الموتور. ندوزو بعدا هاد البلاصة بالنسبة للثمن الخوت كيوصل 49900 درهم، صراحة الثمن ديالو مقارنة راه زوين. المهم الخوت كان هذا هو الفيديو، كنتمنى يعجبكم الفيديو، خلوا لي في التعليق الراي ديالكم شنو اللي عجبكم شنو اللي ما عجبكمش، و الا بغيتو نهضر على شي حاجه واحده اخرى خليوها في التعليق. يلا بيس وتهلاو في راسكم.